وأشياء كذلك طبيعية، لحوم الجمال ولحوم العنز. لماذا لا ينتج الناس لحوم الجماع؟ سيروا للرحبة واشتريوا لحوم الجمال واشتريوها غالية باش تشجعوا الناس يبقاو يكسبوا الجمال. عرفتوا شحال دابا تسوى الناقة والجمل؟ شحال تسوى؟ مليون. زيدوا شوية. إلا عندكم الله يرحم لكم الوالدين، لا عندكم النياق ولا عندكم الجمال، بجوج المليون بيعوهم لي أنا باغيهم غدا نشريهم. 3 ملايين يا إخواني، 3 المليون اللي كتسوى الناقة والجمال دابا، 25 26 28 ألف درهم، 30 ألف درهم توصل الناقة الآن والجمال في عزمي. يعني علاش الناس كينتجوا؟ ما عرفتش انا علاش الناس كيستوردوا هذه البقره. هذه اللي كيستورد البقره وتيزرع عليها، يحفر البيل ويزرع عليها الفصه باش يعطيها تاكل باش يحلبها. اذا هي ما استراتيجيه خطيره هذه، راه الناس ما كيتنبوش ليها. هذه كان يشري البقره، هذا البقر المستورد، واش فهمتوا واش قلت؟ كيشري البقر ويحفر البير ويزرع عليها الفصه وتنوض الفصه يعطيها تاكلها عادي يحلبها باش نشربوا حنا الحليب. راه ماشي انتاج، هذا راه تخريب، هذا راه تخريب ماشي انتاج. الانتاج هو هذا الانتاج الذي لا يكلفنا شيء. الجمال ما كتكلفنا والو في المغرب، علاش ما يشجعوش الناس الانتاج ديال الجمال؟ هو اللي باغي يدير مشروع الان يدير مشروع ديال الجمال، انا نوصيه ويربح فيه ان شاء الله 100%. من غدا يصبح يفكر فيه، مشروع في الجمال، مشروع العنز، مشروع العنز، مشروع الجمال، مشروع الدجاج البلدي، مشروع الديك الرومي البلدي، مشروع الايوز، مشروع الحجل، كل هذا مشاريع تنمويه، مشاريع اكل غذائي. وتجي للدار البيضاء وراكم عرفتوا السوق في الدار البيضاء من طبيعه الحال كل شيء كيتباع. عندنا اعناز من جوده العاليه في الجنوب، عندهم المعز الاحمر، عندنا في الشاويه والمناطق هذه كلها عندنا معزه شويه كبر، المعزه كبر من المعز ديال الجنوب من طبيعه الحال. وحتى الحليب نعطي حليب اكثر، كاين عندنا نوع في الشاون عنزه تعطي لترين حتى لثلاث لترات ديال الحليب في النهار. هادو علاش ما يكثروش الانتاج من حليب المعز؟ وحليب المعز هو الجيد للاطفال الصغار، الناس تبغى تيشتكون تيشريو في الصيدليات تيشريو في الحليب. حليب المعز حتى بكري الناس كانوا المراه اللي ما كتكونش في الحليب كيشري معزه لولده كيحلبها ليه. كانوا احسن منا بكثير، كانوا يعني ما شاء الله، كانوا تقدم هائل، كانوا راقين ارقى منا. الناس ما يقدروش دابا، يعني طبيعه الحال في المدينه ما غاديش تقدروا تشريوا معزه ديروها لي في السطح، ولكن على الاقل حتى في الباديه الان، في الباديه الناس النساء الان يشترون حليب من الصيدليات. في الباديه الان في الباديات النساء ما كيردعوش، يعني في المدينه كنقولوا للعيالات متسمات بالتلوث بكذا بالستريس خدامات وكذا. في العروبيه الان حتى في الباديه الان النساء ما بقاوش كيردعوا. كاينش انا شت عندنا في الباديه ديالنا عندنا نساء ما فيهمش الحليب اصلا، ملي ولدت ما فيهاش الحليب اصلا. يعني وهذا مصيبه عظمى. علاش؟ لان المنتوجات اللي كيستهلكوا الان في العربيه منين جايه؟ ماشي هي المنتوجات اللي كاينه تجول، المنتوجات اللي كيستهلكوا في العربيه اللي جايه من المرصه ديال الدار البيضاء، ولو كيستهلكوا المارغرينات وكيستهلكوا تما الدجاج هذا ديال المزارع، ولو كيستهلكوا اي شيء زيوت نباتيه، ولو كيستهلكوا كل شيء. وحتى ماشي ما شات ما فضل على السوق في المدينه، هو اللي كيمشي للاسواق ديال الباديه. يعني حتى الجوده متدنيه في هذه الاشياء خطيره، وجوده متدنيه. فيعني الحليب هذا اذا قدرنا نشريو حليب طازج على الاقل طازج يكون احسن من قدرنا نشتريه، لان القانون الان ديال المصلحه البيطريه الان وزاره الصحه القانونيه منع الان بيع الحليب الطازج في المدينه. لماذا ما عرفناش هذا القانون من تحط علينا من السماء؟ ممنوع الان بيع الحليب الطازج، ممنوع ممنوع الان. لا البوليس دابا، لا البوليس لقى مثلا شي واحد مدخل الحليب يقبطوا، ممنوع. القانون كيمنع بيع الحليب الطازج، وهذه يعني هنا يعني هذا ظلم للمستهلك، ظلم كبير للمستهلك. يعني جمعيه حمايه المستهلك هي حنايا كنا اول جمعيه نادينا باش يتباع الحليب الطازج، حتى وزاره الفلاحه تباضت قالت لك انتم في عوض ما تقولوا لنا نحسنوا من الجوده ومن التلوث ديال الحليب خصو يتعقم، تتقول لنا باغي نقول لا كاين حليب طازج بجوده عاليه. مراقبه الابقار التي تحلب، يكون البيطري يراقب الابقار لما فيها امراض تكون جيده وعالفه مزيان واكله الحليب، حليب طازج بغينا، ويكون محلوب من قيم مزيان حليب طازج بغينا. ويعني كاين بعض الاشخاص مثلا في العاصمه في الرباط الان لا زالوا يستهلكون الحليب طازج، كيجيهم من هذو المزرعات اللي حول الرباط، كاين الان كيستهلكوا حي الرياض وحي السويسي وسميتو، الان الناس يستهلكون حليب طازج. ربما كيخرجوهم الطريق يشريوه ويرجعوا، لان قليل قليل كاين ولكن قليل.